مرحبا، هو ده. انا رنا مصطفى، عندي كرفان اكل ستريت فود، بعمل فيه فاست فود بقى واكلات بيتي كلها. انا اول بنت في بنها جالها الجراءه والفكره ان هي تنزل تقف تشتغل كده. احساسي اول خطوه اول ما نزلت اجي اشتغل في الشارع ده كان بالنسبه لي توتر كبير قوي، بس انا كنت عايزه كده، فاللي هو انا طالما انا حابه حاجه وعايزه اعملها انا عارفه ان انا هنجح فيها. اول يوم ليا خالص ما كنتش عارفه اتعامل مع اي حاجه في العربيه، حتى الجريلات ما كنتش عارفه افتحها خالص، القلايه ما كنتش عارفه اشغلها، اللي هو بالنسبه لي كان كل حاجه صعبه. خفت بقى ان انا افشل في حاجه انا عايزاها، بس قلت لا. بابا فضل معايا ويعلمني شويه شويه، وخالو حسن برضو فضل معايا، فيعني ما خدتش اكتر من شهر والحمد لله نجحت في ان انا اعرف اقف، وبقيت كل فتره تعدي عليا كل ما ثقتي في نفسي بتزيد اكتر في الشغل. انا حبيت فكره الطبخ دي من والدتي جدا، لانها كانت بتعمل اكل حلو جدا قوي قوي، يعني اكلاتها حلوه كده وشكلها جميل، اللي هي بتخليني يبقى عندي فضول اكتر ان انا اقعد ابص لها وهي بتعمل اكل، مع انها ما كانتش بتحب تدخلني المطبخ عشان بتخاف عليا جدا. انا من النوع اللي ما بحبش اقعد اطلب فلوس، انا بحب انا اجيب كل حاجه بنفسي، ما كنتش بحب اطلب من بابا الله يرحمه فلوس، مع انه ما كانش حريمنا من اي حاجه، يجي يديني فلوس اجيب حاجه اقول له لا لما اشتغل. اول بدايه ليا في الشغل بدات بيهم جبت حاجات ب 400 جنيه، وبابا الله يرحمه اللي كان مساعدني فيهم، وبدات ب 400 جنيه وبشويه شويه بقيت اكبر الحاجه لحد الحمد لله ما وصلت للهدف اللي انا عايزاه فعلا. بصت الناس ليا اول ما اشتغلت كانت يعني بصت حلوه جدا ومشجعه كلها، يعني في واحد جالي من فترة، يعني راجل كويس كده شكله جميل جدا، لقيته جاي بيقول لي هو انت اللي هنا؟ قلت له اه. قال لي ايه ده، انا مستغرب، انا بقيت واقفة مش عارفة ارد عليه، اللي هو في ايه يا عم؟ يقول لي انا مستغرب بجد بجد، الله يبارك لك، وقعد يدعي لي كتير ويقول لي ان هو مبسوط بيا جدا، وقعد يدعي لي كتير. يعني انا ان شاء الله ناويه برضو لما اخلص كليتي واخد البكالوريوس بتاعي هعمل حاجه كده اسمها دبلومه علم نفس، لان بجد انا بحب العلم النفسي جدا وبحب النفسيه جدا، ونفسي قوي اكون اخصائيه نفسيه او دكتوره نفسيه للاطفال، وده ان شاء الله هدف في دماغي وهعمله، بس ده هيكون جنب شغلي، يعني كده كده شغلي ده هيفضل زي ما هو، مش هسيبه باذن الله.